السلام عليكم مشاهدينا الكرام، يا مرحبا وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج مع مقداد موجة أخرى. وأذكر كل من انضم إلينا وتعرف على هذا البرنامج الجديد على قناة الزيتونة، في كل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والموطن وتعيشها كذلك هذه القناة، هذا البرنامج الذي انطلق منذ تقريب زهاء شهرين يحاول ويتدرج أن يفي بوعوده وأن يكون إن شاء الله في مستوى تطلعاتكم أنتم وتطلعات وطن يعني يعيش الأحداث التي تعلمونها جيدا وتعلمون كذلك استتباعاتها وماذا تؤثر على المواطن اليوم، وما عاد حتى شيء خافن. فأهلا بكم، الرقم 0216-98-27-63 على ذمتكم، والصفحة كذلك ويث مقداد على فيسبوك. شكرا لكم على حجم الشكر والثناء، ونأمل أن لا يزيدنا إلا تواضع وإلا عمل، ونعلم مهما نقدم في هذا المجال الإعلامي، مهما تقدم لن تكون أبدا راض عن نفسك، فإن رضيت يوم من الأيام عن نفسك فاعلم أنك خارج سياق الإبداع وخارج المجال الإعلامي الذي لا يرضى ولا يقنع أبدا بالموجود. نعيش أيها السيدات والسادة على إيقاع أخبار تأتينا من البنك الدولي وهي الوسادة. كنت نقول اللي الراجل في تونس يقوله زعما تغلب الوسادة والولادة، الوسادة يعني هي في إشارة الزوج ودار نسابه يعني وذاك المحيط، والولادة هي الأم وهي العائلة الرئيسة التي خرج منها ذاك الشاب ليتزوج. الأوطان كذلك سيادتها تعيش ما بين الوسادة اللي هي البنك الدولي والقروض والمقرضين والمانحين، كل المانحين ارتهانات المالية تكون عند الوسادة، والولادة هو الوطن. قيس سعيد أو قيس بن علي كما يحلو لي، وهو أقرب لقيس بن علي أن أسميه بعد كل الذي يجري اليوم، ولم يبقى من المؤمنين به إلا قلة قليلة لا نعلم لهم اسما ولا وجها ولا رسما ولا صوتا ولا نراهم ولا أي شيء. زوز كرونيكرات، وواحد من الجنوب حشى الجنوب، وواحد من الجنوب الشرقي حشى الجنوب الشرقي، يعني ما عاد حتى نادي عكاشة، يعني حتى نادي عكاشة في فرنسا على روحها، وآخرون من حوله كذلك كلهم انفضوا. لا ننسى غير الأمين وغير المحفوظ، ولا ننسى كذلك غير الصادق وغير البلعيد، ننساهم كذلك. إلا قرار البنك الدولي اللي قريناه البارح وما زالت تداعياته مش ستكون مؤلمة جدا، حيث يتمثل في أن رئيس البنك الدولي ديفيد مالياس قال للموظفين في مذكرة اطلعت عليها رويترز أن البنك أوقف عمله مع تونس بعد أن أثار تصريحات رئيس البلاد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال بعد أن أثارت نعم إذا أثارت مضايقات عفوا وأعمال عنف بدوافع عنصرية. وفي المذكرة أيضا التي تم إرسالها في وقت متأخر أمس الأحد أي أول أمس أمس الأحد، لكن نحن أمس خرج الخبر، قال مالباس قال إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجى اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس أدار حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار أخر. كم هو مؤلم أن تكون فقير مفقر ولكن تظهر عزة النفس صح عليك، وأنك تظهر رباطة الجأش صح عليك. أما أن تكون فقير معدم وعنصري كذلك، على الأقل العنصرية البلدان الغربية مغلفة بالإعلام ومغلفة بلوبيات ومأمونة العواقب هذه العنصرية إلى حد ما بقوة الاقتصادات الموجودة وبالتماسك اللي موجود في هذه المجتمعات على جميع الأصعدة، يخلي العنصرية أو ما ظهر منها على الأقل خليه
ما عندوش أضرار كبيرة وتداعيات كبيرة. السردكة في تونس، السردكة في تونس وجدت الجبناء، السردكة في تونس وجدت المتذللين ووجدت الطماعين اللي ما لقاو حد شيء الحمد لله في الآخر وانفضوا من حوله وتركوه وراقدا. السردكة في تونس خلت عاشت وترعرعت السردكة لأنها وجدت الحاضنة بعدما الإعلام رض للحياة السياسية بعملية ممنهجة طوال العشر سنوات، وجاء العب والهب والدب والذين لا يعتذرون ووسوسوا له بالفصل 80. السردكة لقت الحاضنة. أما اليوم بعد تلك القرارات، 80 عمل قرارات رجولية، ونحن مانيش رانا يا أبيض يا أسود، لا لا لا، ثم الوسط كذلك. نحن نعلم أن موضوع الهجرة في تونس لابد له من تأطير قانوني، ولابد له من مخرجات قانونية، ولابد له من حلول اجتماعية، ولابد له من خارطة الطريق كذلك كما يفعل في بلدان الغرب. نحن مش يمنا. أما أنك تهبط بيان هزيل وبلاغ هزيل، ينجم يكتبوا سائق تاكسي عصرت له مشكلة مع واحد من المهاجرين ويقول أي كلام في الظروف المغلقة وفي الأماكن الضيقة وليس في المجالات المفتوحة والمجالات العامة، ومش من رئاسة الجمهورية تتكلم بتلك الطريقة البائسة. أما المشكلة وين؟ المشكلة أنك تكتب بتلك الطريقة، وبعدين كل من قرأ البيان التصحيحي الثاني، البلاغ التصحيحي الترقيعي، إلا وتصور بأن في القصر هناك 10,000 خروف وألف عجل، وكل المهاجرين مش يجوا على مائدة عشاء ومش يبوسهم الكل، يبوسهم فردا فردا، يبوسهم فردا فردا. هذا تقريب البلاغ الثاني. البارح دون أن أعيد أرجعوا وشوفوا البلاغ الثاني من رئاسة الجمهورية، والله ليس رأي، هذا اعتقاد، والله في صياغته من الهزال اللي فيه هزيل جدا، نحيل تعبان، والله لدرجة أنك تقول تلميذ الثانوية أو تلميذ متميز في السادسة ابتدائي هو الذي خطه بيديه. رئاسة الجمهورية تكتب بتلك الطريقة. البارح تحدثنا عليه، ما نحبش نعاود نرجع برشا. المشكلة وين؟ المشكلة أنك تكون غدار وتكون جبان لهذه الدرجة، وما هبط راسه وما عمل كذلك وما كتب كذلك إلا لأنه شاف الدول الغربية، مش الرأي العام التونسي، هو لا يعبى بالرأي العام التونسي، والرأي العام معاه ومليون وثمانمائة ألف بالأمارة هبطوا لشارع بورقيبة. هو يخشى أمك صنافة، هو ظهر عبد لأمك صنافة، هو ظهر عبد لأمك صنافة، ولا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد أنجاس مناكيد. هو ظهر عبد لأمك صنافة، وظهر لا يرتجف إلا أمام أمك صنافة. والشجاعة ما هيش في السردكة، شجاعة يجي وقت وتظهر شجاعتك. والبارح ولت البارح كان فصلا جديدا أمام أمك صنافة بذاك الخنوع وبتلك الصياغة وبذاك الهبوط الكلي على جميع الأصعدة. إذن جبان وغدار، غدار قبل ولكن توا أصبح غدار وجبان، وهذا اللي شفناه. لكن هذا هو عنده شهرته وضامن الراتب بتاعه. أحوال البلاد كيف هي أحوال تونس بعد هذه البلاغات الطفولية، البلاغات المستهترة؟ سيادة الدولة اللي يحكي عليها في الأصل يقطع لسانه مجازا، يقطع لسانه، يشل لسانه إن شاء الله إذا مازال يعاود كلمة سيادة. الخاص والعام، الصغير والكبير، الدخيل والأصيل،
كلهم الآن يمرغون وجه وسمعة واسم تونس في التراب. شفتوا الإعلام الفرنسي البارح ورينا فيديو صحفيين يتكلموا بتلك الطريقة، وفي الأصل نعرف الإعلام هذا عنده قدر كبير من المهنية وعنده خبث كبير في أنه يخفي مشاعره وما يوريش المضادة متاعه لشخص أو لدولة، ويعرف كيفاش يبين سمومه، لكن كان كلاما كلام ما فيش حتى فرع وما فيش حتى تحفظ، معناها بلغة أخرى يا فضحنا يا فضحنا. تعرفوا بعد الفضيحة ليس هناك تحفظ، الفضيحة لا تقبل التحفظ لأن سميت فضيحة، لأن التحفظ ما ينقص منها حتى شيء بل ما يزيدها إلا انتشارا، ما يزيدها إلا انتشارا، ما يزيدها إلا رسوخا، وما يزيدها إلا انغراسا في الذاكرة. وسيعلم جوجل، وجوجل اسمه هو توا هذا متاعكم ومتاعنا، جوجل شنو هو اسمه؟ زعما كي تحطوا توا اسمه، حط قيس سعيد في جوجل شوف ايش يعطيك، شوف ايش يعطيك. مش يعطيك رجال الاعمال اللي قابلهم في اليابان، ومشي تو كوريا الجنوبيه، اه مشي تو كوريا الاكياء متاع 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 يا قيس سير سير، اكم سكين المغفلين، اكم سكين اللي ختم الله على قلوبهم، وان شاء الله لا يختم على قلوبهم، ان شاء الله يجيهم قبس من نور يبين لهم ان الثور الاسباني ذاك اكل، اللي يشوف قشه او طبه او 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 لقشه نتاع قماش يشوفها يمشي يحبي يدخل فيها حتى كان مربوطه في حيط، انه الانسان اللي كرم ربي عز وجل عنده قدر من العقل وينجم يميز ويميز كثير. اذا اكتبوا على جوجل تو تشوفوا انجازات قيس سعيد، وتو تشوفوا رجال الاعمال اللي قابلها في امريكا، وتو تشوفوا حديثه مع بيل جيتس كيفاش حب يحل حاجه في تطاوين، وشوفوا تو تشوفوا الحلول الافريقيه وجلساته مع السفراء، وتو تشوفوا حديثه مع نجله على الحلول الحقيقيه نتاع البلاد، وتو تشوفوا كل شيء. اسمه على جوجل في حد ذاته لعنه، فشكرا جوجل. افريقيا وعالميا خطاب غلطوني حدث خطاب غلطوني، بلاغ رئاسة الجمهورية الثاني بعد البلاغ الأول بخصوص أزمة أو قضية مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، كان خطابه غلطوني أفريقيا ودوليا وعالميا. نحن الآن ما زلنا نلوج على النسخة متاع غلطوني تونسيا ومحليا وقطريا، ثم تنزاح الغمة ولا حزن بعده أو عليه أبدا إن شاء الله. أفريقيا ضريبة كبيرة جدا يا جماعة. أنيس الجزيري شكرا له، وهو رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، السيد أنيس الجزيري هاوش يكتب ساعة أول حاجة على البوست متاعه وعلى البروفايل التصويرة اللي عملها عامل أفريقيا سوداء، إما أصبحت كذلك سوداء بالأفعال الشنيعة متاع الأغبياء، واللي سواد قصر قرطاج وسواد أفكاره وبؤس قلبه ونقمته على كل جميل في العالم، نشرت السواد من قصر قرطاج وأنساب حبره أو أنساب سواده كله على القارة كلها، فصارت سوداء كما ترونها، أو هو كذلك يعني يمكن أن نقرأه على وجه آخر أنه ينحاز ويتعاطف مع كل ضحايا الميز العنصري، الميز على بشرة السوداء. حكاية بلوكاج دي مارشانديز تونيزيان دوسر تامبور هو موجود بالعربي، على العموم هو موجود كذلك بالعربي، نجم نشوف ماذا يكتب. وهذه من إنجازات صانع التغيير الجديد، صانع التغيير الجديد البن علاوي صانع تغيير جديد، اللي كي مشى لفرنسا حب يجيب الاستثمارات، كان صادقا ويصدق هو احيانا الحقيقه، ساعات يكذب ولكن يصدق احيانا، قال ان تونس ليس فيها مناخ نتاع استثمار. كلمه لو وجدت، ريتو الحقد، ريتو الاعلام نتاع بودورو، الكلمه هذيك ماذا لو قالها نجيب الشاب، وماذا لو قالها حتى حمل همامي،
لوجدت قدر من العتاب. وماذا لو قالها الغنوشي؟ لقال تونس ليس فيها مناخ استثمار. كم من رصاصة ستطلق من الإعلام بدوره اللي جايينه بعدين، الذي لا يستطيع أن يكتب بوست بالعربية في القناة اللاوطنية الوطنية، مش تشوفوا فضيحة بجلجلها بعد حين. إذن أنيس الجزيري كتب بيقول تدوينات خطيرة لأنيس الجزيري. إذن قال حجز البضائع، ها وماذا يتم بحقوق التونسيين لو تخليوا بارك الله فيكم، حجز البضائع التونسية في بعض الموانئ الأفريقية، إلغاء الطلبات وحتى الصفقات أيضا، حملة لمقاطعة المنتجات التونسية في بعض الدول الأفريقية، وهذا من الإنجازات السعيدية البؤسوية الوطنية الغدارية الجبانية، إنعم، وإعادة توجيه المرضى إلى جهات أخرى اللي كانوا يجوا في السياحة ما يعرف بالسياحة الطبية والصحية، عودة عشرات الطلبة إلى بلدانهم، وإلغاء رحلة العديد من رجال الأعمال أو رحلات العديد من رجال الأعمال من جنوب الصحراء، إلغاء بعثات ومعارض ومنتديات كذلك. العفو، قلق كبير لآلاف التونسيين الذين يعملون في جميع أنحاء أفريقيا. شكون باش يحميهم؟ شكون باش يحميهم؟ عندي خبر راهو جاني توا من صديق البرنامج، شكرا له. قال باسل الترجمان اللي هو ابن دحلان خائن فلسطين واللي خذا الجنسيه من عند ابن ابي زقفونه، اما مرت المناضل الشهيد الزواري هذيك لا نراها عنده ولا نعرف لها قيمه. الأيام تفضحك، والله عز وجل قد ما سترك قد ما يفضح فيك تدريجيا بشوي بشوي، مش في تونس، في العالم. لن تكون في المستقبل رئيسا سابقا يستضاف في الجامعات، وشرف للإنسان أن يكون رئيسا سابقا ولو دامت لغيرك لما آلت إليك. أما أنت بالذات قيس بن علي، لن تكون في المستقبل تحظى بقيمة رئيس سابق أو أسبق يستضاف في المنتديات ويستدل بكتبه وبما يحبره وما يكتبه في الصحف وفي المجلات. لن تكون لك أي موقع في جامعة ولا في مدارج الجامعات أو في المنتديات الاقتصادية أو في دافوس أو غيره. أنت قوس من العار أبده ورسخه إعلام خبيث وجبناء كثيرون وغدارة بالجملة. أنت هذه القصة تقريب كلها. إذن باسل ترجمان كرونيكور جديد الليلة في 9 هو وجراد كذا إلى آخره، لا فائدة. المهمة باسل ترجمان، شوفوا ما هي شروط الدخول الإعلام للقناة الوطنية اليوم. ها؟ جايين القناة الوطنية، لا تذهبوا بعيدا، نكملوا الإنجازات. إذن إلغاء بعثته مع إذن قلق كبير لآلاف التونسيين الذين يعملون في جميع أنحاء أفريقيا. هذه هي النتائج التي جمعتها وحدة الأزمات لدينا من المشغلين الاقتصاديين خلال عطلة نهاية الأسبوع. الوقت ينفذ، على تونس التصرف بسرعة. وبشكل صريح بالمناسبة رأينا أنيس الجزيري وهو يزور عدة سفراء، أنا لا أعرفه شخصيا. أنا بعد ما شفت البوست وشفت الأضرار اللي يحكي عليها النجمة وصفته كذلك بصفته أيضا هو رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، دخلت وشفت النشاطات الموجودة لاحتواء هذه الأزمة، وهي أزمة أوسع من الاحتواء وأكبر من التكتم والكتمان. هي ألقت بظلالها على مين؟ هو نساء مسكين، نساء اللي أوباما مش يكون ضده ومش يذبحوا بعلاقات الكل، هو نساء اللي كونديليزا رايس ومثيلاتها، نساء اللي ناس ذوما موجودين في العالم كله ذوما وعندهم لوبياتهم وعندهم إعلامهم. وانت شنو توزن انت؟ أكثر من السردكة، أكثر من الغاز اللي عندك، انت شنو توزن؟ ماذا تزن؟ شنو توزن؟ في باله لما يقعد في وزارة الداخلية ويبدأ يكلم فيهم بالعربية البائسة، في باله العالم أعطاه قيمة وأعطاه قدر، وفي باله ولا حاجة كبيرة. هو مش عارف قيمة المال في الحكم،
على الأقل إن كنت فقيرا تكون على الأقل كن متأدب وخلوق، على الأقل تكسب على الأقل ود من حولك، تحتوي على الأقل أعدائك أو حيدهم، إن لم تحتويهم على الأقل حيدهم، على الأقل على الأقل لا تكون يعني ديكتاتورا وغبيا، لا تكون فاشلا وغبيا معا. هذا أنيس الجزيري. إذن حبيت نقول لك مشنو الأضرار اللي قاعدة تصير. The Guardian كتبت كذلك، قلنا هي الفضيحة وبدوني فضيحة بدون تحفظ. الإعلام الغربي اليوم باللي سكت وباللي طيح الموجة وباللي بيهموش أصلا في تونس اللي هي صغيرة، حتى من باب يعني مقارنة الأوزان، وتلقى تونس نجم تكون ليست في صميم اهتمامات الإعلام الغربي، لكن اليوم يصنف سعيد ونظامه ومنظومته الفاشلة. تيريت على الأقل كنت عنصري، والله العظيم يعطيك الصحة، كانت تتحدى الغرب وتكون قذافي جديد سوادي زون بالظفرين كلمة تحدي، أما على الأقل يكون عندك البترول تبيع فيه، وتكون على الأقل خير قادر باش نجم تبيع تشري شوية سميد لعائلتك والتوانسة، وتنجم على الأقل تخلص شوية الفواتير متاع الشحنات اللي تجي للأبراط للموانئ وترجع، على الأقل خير ما تكونش بمرتبة عطار جروسيست فلس. يعني المرتبة عندك اليوم أنت تخرج تشوف على حديد والبطاطا تلعب دور عون مراقبة، هذا يعاون مراقبة، والخدمة الأخرى تعرفوها على الأقل الأخرى يكون متأدب. The Guardian كتبت ترى فيه، إذا قاعدين تشوفوا فيها خلوها على الشاشة تاع مزيه، ما لقيناش الوقت باش نجم نترجموها أو نعربوها. The Guardian ترى في الوان مان شو، ترى فيه الوان مان شو بتاع تونس السيد هذا، ترى فيه سيء على الوطن وعلى شعبه. ما نعرفش إذا كان موجودة عندنا The Guardian، إذا كانت عدولي. على العموم نعطيك ملخص صغير لهذا المقال وخلوه على الشاشة لو تتكرموا، خلوه على الشاشة زملائي الأعزاء. يتكلموا على هذا الرئيس، وقلنا دائما أن مشكلتنا أن الثورة كبيرة باتساع أحلام أهلها وقومها وشعبها ومنتسبيها والمؤمنين بها وأحلام حتى أعدائها، كبيرة الثورة. المشكلة عندما تكون الثورة كبيرة والذاكرة قصيرة. The Guardian تذكرنا بكلمته في عام 2021 عندما قال ليس الآن وليس في العمر هذا سأبدأ مسيرة والكاريير متاع الدكتاتور. The Guardian ذكروا بالجمل هذه، ذكروا بالجمل هذه، وبعد تحكي على فضايح الكل، وتحكي على أكاذيب الكل، وتحكي على خيانات. وطبعا كي نقول الكل يعني تبين بأن الراجل في الحيط، بأنه ما عنده حتى مستقبل مع الغرب على الإطلاق. ومتأكدين برشا نحن اللي شادي القيس سعيد إلى حد الآن ما زالوا شادينه من برا، هم أعداء تونس الخلص، هم أعداء تونس الخلص، أو هم الكيانات السياسية والدول والأنظمة اللي تتحكم فيها أو تتحكم فيهم أعداء تونس كلها. لكن هذه The Guardian ماذا كتبت؟ كي تشوفوا حزامه، في حزام قيس سعيد اللي ما زالوا يلهجوا بالليل والنهار، هو هذا اللي موجود بإيفام، والله أنا أستحي أن أسميه، يعني ما نحبش نسميه، لكن شوفوا ورونا المقال بالله، ذكرونا بصاحب المقال سي خليل العظيم، إن وجد، إن إذا كان ما هوش موجود نذهب. نعم سي خليل هذا الدعم القيس بن علي، حتى احنا دعمناه، راهو نحن دعمناه معنا في حطة طميعة، وقت اللي ما انحرف أشهر وعام كامل قبل الانقلاب، ما نشتبعين أنظمة تكلمنا عليه، وصفحتي شاهدة
هؤلاء الذين لا يعيشون إلا في حجر، في فراش الأنظمة الدكتاتورية المستبدة، اللي ما يزرقوا إلا على حاجة عندها علاقة بالإسلام والمسلمين، اللي ما يفرحوا إلا على الانتقام والتشفي. هاي كلماتهم، الحمد لله ما شيء يتخبأ. يا حسرة يا حسرة من كانت الأمور تتخبأ، يا حسرة يا حسرة يا حسرة. قال في لحظة 25 أكتوبر 2009 تلتقي، هو انتقل من 25 أكتوبر إلى 25 جويلية، تلتقي مراحل مسيرة كبرى أنجزها بن علي، تلتقي إصلاحات بمثل ما تلتقي دلالات عميقة لاستراتيجية عامة جمعت بين حكمة المرحلية المتدرجة ووضوح المقاربة الإنسانية. مع بن علي عرفت تونس هذا التناغم الوظيفي بين الإنساني والسياسي من اللحظة التي نجح. هو بن علي ولا ما مصدق؟ والله بن علي كي يقرأ هذا خاطر عارف روحه الراجل. صحيح يقول لك المقالة ده يجملني، ما يعرف المنافق، يعرف الطماع كان يعطي فيهم في مصر السويد دون أن يراهم أصلا، هو لا يتشرف حتى بشراهم ولا عنده ليه وقت. من اللحظة التي نجح فيها بن علي في التأسيس العملي للحالة الديمقراطية التونسية إلى اللحظة التي عادت فيها الابتسامة إلى وجوه السكان مناطق التي كانت منسية، هك الابتسامة رجعت لوجوه المناطق التي كانت منسية. وذاك علاش تعمل الثورة، وذاك علاش هو يحكي على الثورة، ريتوا أعداء الثورة، ريتوا علاش هما، ريتوا علاش الذاكرة قصيرة، ريت هؤلاء كيفاش تبوقعوا، ريت الذين حكمونا كم كانوا جبناء وكانوا مرتعشين وهم لا يعلمون أن بمثل هؤلاء لن تنجح ثورة، بمثل هؤلاء لن تنجح ثورة، بمثل هؤلاء والله لا تنجح ثورة إلا بإذن الله عز وجل. ريت علاش ناقم هو على الثورة، ريت هو علاش ناقم على كل جديد، هو هو مع شكون كان يضرب، هو ما ينجمش يكون مع الشهداء، ما ينجمش يكون مع رحيل الحالة البائسة. ولو إن صحيح ما مشيناش في الطريق الصحيح، ولكن ما نجموش نقارنوا ديما بين الأفعى وأفعى أخرى، نجموا نخلقوا مستقبل بعيد عن الأفاعي وبعيد عن الذين يطعمون الأفاعي بأقلامهم المأجورة وبألسنتهم الموبوءة. كرم الله وجوهكم وشكرا لكم، ونذهب إلى موجة أخرى نستكمل فيها ومعها ما تبقى من هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيد.